الجهل والمرض والجوع ده مثلث الرعب اللي دايما لو كان موجود منه اي ضلع من اضلاعه في اي دوله بيحصل فيها مشكله لا قدر الله. الجهل بقى تعالوا نشوف عكس الجهل طبعا التعليم. طيب التعليم بتاعنا وصل لغايه فين؟ احنا ده ملف احنا دايما مع حضراتكم فاتحينه في ساعه صبحيه في قناه مصر الزراعيه عموما عشان ده موضوع مهم لازم نتكلم فيه. اتكلمنا كتير عن المدارس والمناهج والتعليم الفني ولسه مكملين في الموضوع ده، وكمان التعليم الفني اهتمامنا بيه عمره ما هينقطع ابدا. بس هنتكلم النهارده على التعليم الجامعي تحديدا، ولسه كنت بتكلم مع ضيفي قبل الفاصل وبيقول لي قد ايه ان فعلا بيبقى في ازدحام في المدرجات وفي مشاكل عند الطلبه وفي بقول له دكتور ده المدرج بيبقى فيه 1000، قال لي لا ده 1000 ايه، ده دلوقتي مع الزياده السكانيه بقينا بال 4000 وفي كليات فيها 7000 طالب في المدرج. غمضوا عينيكم وتخيلوا المشهد. رايحين لغايه فين في وسط المشاكل اللي بيعاني منها التعليم وكمان حتى في عدد الطلبه مش قادرين نتصرف؟ طيب ايه اللي هيحصل وايه اللي حاصل دلوقتي وايه اللي اتمناه ان شاء الله يحصل في المستقبل عشان ننهض بمنظومه التعليم ونقول يا رب باذن الله نكون افضل؟ سنغافوره واليابان مش احسن مننا، دول متقدمه جدا في التعليم. طيب تعالوا نشوف ايه اخبار التعليم في مصر، هنعرف تفاصيل كتير ولكن بعد ما نرحب بضيفنا العزيز دكتور رابح رتيب نائب رئيس جامعه بني سويف والاستاذ بكليه الحقوق. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. منورني. اهلا وانتم موالين الخضره والزراعه. شفت؟ والحاجات الجميله دي. طبعا مصر الزراعيه مختلفه. شفت الخضره وانت جاي من حد الاستوديو؟ ده حقيقي. نتعشى من يا رب مصر تبقى دايما خضره كده وظروفها خضره وارضها خضره ان شاء الله. ان شاء الله يا رب باذن الله. احنا متميزين، يمكن احنا ما عملناش ولا مره تقريبا جوله بره القناه، بس كل الاستوديوهات يا دكتور تلاقي دايما فيها مثلا حتى في المدينه وكده زرع وخضره او لون اخضر، بس احنا عندنا صوب بره وعندنا الوان جميله وعندنا ما شاء الله عندنا مشاهد حلوه. اول مدخل على طول. صحيح، من اول مدخل القناه يدل على القناه الزراعيه. صحيح اكيد. خليني بعرف من حضرتك، وحضرتك طبعا في قلب الحدث وخير ما تكلمنا عن الموضوع ده، التعليم في مصر واصل لغايه فين؟ شوف لو اتكلم بكل صراحه ولازم نكون خلاص يعني لابد ان نكون صرحاء مع انفسنا، التعليم في مصر محتاج تطوير ومحتاج وقفه جاده يعني، ومحتاج الحقيقه الدوله ما فيش شك انها يعني بتبادر والدولة بتحاول، لكن لابد أن يبدأ التطوير من الصغر يعني. لازم أنا ما أقدرش أجي مثلا في التعليم الجامعي وأقول تطوير جذري، لازم أبدأ التعليم تطويره من الحضانة عشان يطلع الطالب لغاية ما يطلع التلميذ ويخش الجامعة تبدأ عملية في ذهنه التطوير وفي ذهنه العملية مركبة كلها يعني. ولكن التطوير المهم في التعليم الجامعي انه هو لابد ان يتوفر فيه عده مقومات. اول حاجه في المقومات دي لابد ان يكون تهيئه للطلاب انهم يكونوا مخترعين ويكونوا مفكرين. يكون ده يعني يكون في بالمقام الاول اعمل تهيئه في التطوير بتاعي اني أعد الطلاب الجامعات لكي يكونوا مفكرين ومبدعين ومطورين ومخترعين. ده يرتبط به مباشرة البحث العلمي. لأن من غير البحث العلمي ما ينفعش هذا الموضوع. على سبيل المثال أنا مثلا عندي الدراسات العليا اللي يبدأ فيها البحث العلمي بتبدأ بعد مرحلة البكالوريوس أو الليسانس. لا أنا ليه المانع إن البحث العلمي ده عندي ابدا اهيئ فيه الطلاب من سنه اولى منذ الدراسه الاولى في الجامعات. وبعدين البحث العلمي برضه عشان يبقى بحث علمي جاد لازم يكون هادف، واهم هدف في البحث العلمي لان دون يعني دون بحث علمي مفيش تطوير في اي دوله في دول العالم. ولذلك الميزانيات اللي بتخصص للبحث العلمي على قدر اهميته تلاقيها في الدول المتقدمه تخصص ميزانيات كبيره. الدول النامية والدول المتخلفة على أساس قدر على قدها بتخصص ميزانيات قد تكون أقل ولا تكفي لأنها تفعل وتطور تعمل التكنولوجيا، لذلك بتضطر أنها تستورد التكنولوجيا الحديثة والتطويرات. أما بالنسبة لمصر احنا الحقيقة الحمد لله
نقدر نقول إمكانياتنا مؤهلة لأن يكون عندنا تطوير، لأن يكون عندنا بحث علمي جاد. وده برضو لازم يعني عشان زي ما اتكلمنا نتحدث بصراحة ومصداقية، محتاج المجتمع المدني يتضافر أيضا مع جهود الدولة. في دول كتير جدا المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع المدني، في حتى مؤسسات خاصة للبحث الأبحاث العلمية وبتاخد مشروعات من الدولة عشان يتم البحث العلمي فيها. هنا أنا بقول مش لازم تبقى مؤسسات خاصة بالبحث العلمي، يكفينا إن اللي عندنا من أجهزة بحثية عندنا في مصر، بس تطويرها ودعمها يكون بالتوافق مع المجتمع المدني. التوافق إن المجتمع المدني عليه دور في إنه يدعم هذه، يدعم برضو المؤسسات البحثية في إنه هو الوقوف إلى جنبها. وإحنا اتكلمنا كتير على إن المجتمع المدني دور كبير جدا، ويجب إن الحكومة لا تستطيع النهاردة في أي دولة غالبا وبالذات في الدول النامية، ما تقدرش حكومة تقوم بكل شيء، ما تقدرش حكومة، لكن لازم يدعمها المجتمع المدني، وخاصة لما يكون عندنا في مصر إحنا الحمد لله زاخرة وعامرة بمؤسسات وجمعيات المجتمعي المدني ورجال الأعمال. كل ده مهم في إنه هو أنا أدعم به البحث العلمي. ولذلك بقول التطوير في غاية الأهمية. إحنا مش بس حتى المناهج في حاجة تطوير، حتى يعني الحقيقة برضو إحنا شايفين الدولة بتعمل بتجاهد في ذلك وبتحاول، بس زي ما قلت محتاجة نبدأ بالأساسات، التأسيس الصحيح. ومفيش مانع ان احنا ناخد تجارب من تجارب الدول المتقدمة الناجحة، نشوف اللي يتوافق معانا مع مصر، لان برضو النهاردة حتى لما بنقول اي حاجة تتوافق مع البلد لابد ان نستقرئ التاريخ ونشوف التجارب الموجودة، مثلا تجارب موجودة فين ونجحت في تطوير التعليم، مفيش مانع نجيبها ونطوع هذه التجارب الى امكانياتنا ونحاول نطبقها فيما يتعلق بنجاحها وفيما يخص برضو يهيئ لمجتمعنا في مصر. ده مش عيب، وبالعكس ونقدر نعمل ده ونطور. وبرضو التطوير محتاج ان انا يبقى عندي عملية الذكاء دي، برضو في ذكاء في طلبة بتبقى موهوبين، لازم تخصص في فصول خاصة للموهوبين سواء في المدارس ثم بعد كده الجامعات. برضو الموهوبين عندنا لازم نعمل اللي هي زي بالضبط ما نسميها اختبار القدرات في بعض الأماكن. صحيح ان القدرات دي مش معممة عندنا كتير، لكن معممة في بعض الكليات. ان انا حسب امكانياتي وحسب قدرتي اقدر اتوزع او اروح الكلية اللي انا اقدر امشي فيها كويس. انما احنا وفقا طبعا الدولة عاوزة تتعلم كل الناس الحقيقة، وعاوزة كله يبقى في التعليم الجامعي، وده حاجة كويسة جدا، ودي مصر بتتميز بذلك، فبتضطر انها توزع عن طريق مكتب التنسيق كل الطلبة يلاقوا لهم اماكن في الجامعات. ده طبعا يبقى على غير الرغبة. بالظبط هي النقطة دي حضرتك قلتها لي قبل الفاصل. يعني قلت لي أغلب المشاكل بتحصل إن إيه؟ إن أنا ما بديش فرصة للطالب، وده أبسط حقوقي لو أنا عايز أطور المنظومة. بالزبط. ما ينفعش إن أنا أحط حضرتك كرجل حقوق أحطك في كلية تجارة مثلا تدرس تجارة. بالزبط. مش هتعرف، مع حضرتك أستاذ جامعي أهو، مش هتعرف تتعامل. طب حضرتك قلت هي عايزة توفر الدولة لكل الطلبة أماكن في الكليات، لكن أنا مش عارف أحطهم فين، الطالب مش هيرجع. لا، الدولة عاوزة التطوير بمعنى إن كل يبقى، يا ريت يبقى كل طلابنا يلتحقوا بالتعليم الجامعي، التعليم العالي. ده كسياسة للدولة إنها عاوزة تطور وعاوزة كل العقول تبقى تدخل الجامعات، بس ده في نفس الوقت يعني محتاج برضو نظرة أخرى إلى أني أنا عملية التخصص والموهبة والتوزيعات
وده برضو دور مهم. والموضوع اللي بيفرق كبير على نص درجة يا دكتور، قد بالظبط ده ممكن يفسد درجة حياة بني آدم، موضوع نص درجة أو درجة ده صحيح. يعني هو مكتب التنسيق لميزة وكويسة قوي انه بيعطي عدالة للتوزيعات الطلاب فعلا، ودي يمكن من الحاجات اللي عندنا الحقيقة ماشية كويس قوي، محدش يعني يقول ان فيها ثغرة. الحقيقة مكتب التنسيق بيمشي بالمجموع والتوزيعات الجغرافية، لكن في نفس الوقت المراعاة للموهبة وللرغبة. يعني مثلا كلية الحقوق اللي يدخلها برغبته وداخل هو فاهمها وعارفها وعارف على كثرة موادها اللي بياخدوها ممكن يطلع كويس قوي، يجيب تقدير كويس جدا، يبقى طالع ناجح قانوني. لكن لما بدخلها على غير رغبة دي قد تكون احدى وسائل التعسر، ماليش رغبة فيها، ما عنديش كان امكانيات معينة لمذاكرتها لفهمها، لان الرغبة النهاردة مهمة جدا. حتى العمل زي ما بنقول، انا لما بلتحق بعمل وبحبه ابدع فيه واقدر اطور فيه. صحيح. لكن واخده العمل ده حاجه روتيني لمجرد اهو شغل عشان اخد مرتب اخر الشهر، طب خلاص تبقى حياه روتينيه، حياه عاديه ممله. لكن انا لما اكون، ودايما الواحد بينصح اي واحد مثلا من الشباب اقول له حب شغلك، لان لو حب شغله لازم يبدع في شغله، لازم يطلع يعمل شغله صح ويعمل شغله باتقان، على عكس ان اللي ياخده ده روتين عارفه اللي يقول لك اهو اللي بنصبح فيه نلاقي ان ننام فيه وهكذا. لا، يعني ده برضو من وسائل التقدم والتطور ان انا احاول احبب او احاول يعني ارغب الناس في شغلها، وان الواحد برضو من نفسه لازم يحب شغله ايا كان. وده برضو الناس لو تدرك اهميه التعايش في المجتمع وأهمية التقدم في المجتمع، كلنا لازم نبقى حابين شغلنا. أكيد. وبعدين برضو مع كسرة الأعداد عندنا، كسرة الأعداد الطلاب واللي بتلتحق، الدولة برضو مضطرة إلى أنها توزع الناس علشان زي ما قلت لحضرتك تعطيهم الفرص. يمكن دلوقتي عندنا الجامعات الخاصة برضو بدأت تستوعب بعض وأعداد كويسة مش قليلة. يعني أنا هتكلم مع حضرتك، أنا بشكرك أنك فتحت موضوع باب الجامعات الخاصة، وده أنا باب هتطرق له أكيد، لأن في ناس بتشكك في جودة التعليم داخل الجامعات، بعض عشان يبقى كلامنا محدد بعض الجامعات الخاصة، وبتقول أن الطلبة المتخرجين من الجامعات دي بيبقوا دافعين فلوس عشان ياخدوا شهادة، لكن المحتوى التعليمي داخل عقل هذا الطالب لا يتعدى ال 40-50%. بس قبل ما نقفل نقطة الجامعات والتنسيق وغيره، الجانب العملي داخل الكليات، في كليات يعني مش هقول انها كليات قمة، ولكن زي كلية الطب وعلوم وغيره لازم يبقى في جانب ان انا بروح اطبق، اللي انا كلية اعلام لازم اروح اخد تدريب اثناء الدراسة عشان لما اطلع ابقى مواكب واقدر ادي وانجز في سوق العمل. حتى في الحقوق ما شفناش طالب حقوق راح المحكمة مثلا وشاف الرول ده شكله ايه على الطبيعة. على فكرة برافو عليك لمسلي، ده كان الشق التاني اللي انا لما كلمت الاول على حكاية نظام القبول ونظام الشق التاني، لابد ايضا من التطوير ان انا اخرج الخريجين بتوعي بما يتوافق مع سوق العمل. يعني ما خرجش اهو اي حاجة ويروح بقى يشوف له اي مكان، لا، لازم ده أربط التعليم برضو، ده من ضمن وسائل التطوير الحديثة، أربط التعليم بسوق العمل. ليه؟ لما أربط التعليم بسوق العمل زي ما حضرتك قلتي يبقى لازم أدخل في تطوير التدريب حتى في كلية الحقوق، مش كلية النظرية والتجارة الأداب، التدريب اللي يكون جانب العملي جانب مهم جداً. وما فيش تطوير نقدر نقول تطوير لتعليم جامعي دون أن يكون هناك عملية تدريبية عملية، بس تكون إيه بقى؟ برضه تكون ناجزة، تكون حقيقية. يعني أنا مثلا عندي في الحقوق، يعني أنا شرفت مثلا بعمادة كلية الحقوق كعميد كلية الحقوق، الفترة دي كنت زرعت في روح الطلاب عندنا زي ما حضرتك قلتي عمل محاكمات. محاكمات بنسميها سورية، وعملنا قاعة للمحاكمات
وحتى عملنا في داخل القاعة برضو اللي هو زي بنقول قفص الاتهام، كان عاملينه صغير، قلت لهم لا ده علوه خلوه زيه زي بالظبط قاعة محاكمات فعلية، والطلبة تلاقيهم مقبلين عليها طبعا بشكل جميل جدا، م-م. وبشكل عارف حضرتك يعني يؤهلهم فعلا. لو حضرتي فعلا محاكمة من اللي اتعملت، تشعري يقينا انك امام في قاعة المحكمة، انه امام هيئة من هيئات المحكمة، وامام ايضا هيئة دفاع حقيقية، وامام ايضا اتهام حقيقي وتمثيل للنيابة، ده كله يعني برضو على اساس قلنا نعمل برضو قاعه محاكمات تبقى. وحاولت اطبقها في التمرينات العمليه في السكاشن، ان قلت كل سيكشن ملتزم على الاقل اللي هو المسؤول عن السيكشن من الساده اعضاء التدريس او الساده المستشارين يعمل على الاقل مره او مرتين حاجه عمليه من هنا من المحاكمات دي. دي طبعا تخلي الطالب يطلع، بدل ما انا طالع اروح الاول عشان لازم اتدرب عند محامي لما اشتغل محاماه، او لما اروح مثلا هيئه قضائيه ابقى في الاول هايب الموقف وعمال افكر ولازم ابص دي بيشتغل ازاي ودي بيشتغل ازاي، ابقى طالع مهيئ بقى. بالظبط. واستيعاب المواد، يعني زي ما حضرتك بتقعد تشرح في السكشن او في المحاضره بالساعتين ثلاثه، تخيل حضرتك في المحاكاه الجميله اللي انا بحييك عليها دي، كلها انت ممكن تقول بنود القانون وانت بتناقش القاضي او المستشار، شوف المعلومه دي هتثبت مع الطلبه ازاي. الموضوع مش جانب ترفيهي ولا انا لازم اخد المحاضره بالشكل التقليدي. انا بتمنى وبناشد كل المسؤولين والعاملين في منظومه التربيه والتعليم ان يعملوا كده. ده من ضمن التطوير، ده التطوير بالزبط الرئيسي. بالظبط. يعني حتى الكليات العمليه، الكليات العمليه انا عندي لازم بس برضه الكليات العمليه المعامل لازم تكون مهيئه. ما دي مشكله الحاجات تانية. العمل اللي انا بتدرب فيها لازم تكون حاجات فعلا احدث حاجه. انا علشان لما اطلع لسوق العمل على طول مش محتاج ابقى على طول ابدا افكر في الابداع بقى، افكر في التطوير الاحدث. ودي الحقيقه حاجات من الحاجات، احنا نفسنا والحقيقه الدولة زي ما قلت لحضرتك مش بس بتجاهد في انها تعمل منظومة تعليم متطور، ولان دون تعليم متطور ما يبقاش عندي عقول متطورة. اكيد. طيب نروح على الجامعات الخاصة. اتفضل. وتقييم حضرتك للمستوى التعليمي، يعني اللي مش حاصل على مجموع او اللي دون المجموع، بتكلم على بعض الجامعات مش كلها. في جامعات هايله جدا جدا اللي طبعا الدوله بتدي منح للدراسه فيها، دي ما حدش يقدر يتكلم عليها، لكن انا بتكلم على بعض الجامعات اللي بتيجي تاخد الطلبه اللي هم وقعوا من التنسيق وما لقوش مكان في داخل الجامعات الحكوميه. تقييم حضرتك للعاملين داخل هذه الجامعه والطلبه. لا بص حضرتك، انا يعني على قدر معرفتي العامه بهذا الموضوع، يقال في البعض زي ما حضرتك قلت كده، اني بس ده انا بعتبره مش مساله الخلل في السلوكيات، يعني خلل في سلوكيات الطالب اللي هو داخل معتبر نفسه انه هو ده بفلوسه، ده سلوكياته اساسا مش داخل يتعلم، ده داخل بس مجرد ياخد شهاده. ايضا الجامعه اللي تسمح بكده برضو دي برضو خلل في السلوكيات. اعتقد النهارده ما عادش الكلام ده لسبب، لان وزاره التعليم العالي في حاجه مخصصه وقطاع خاص بالجامعات الخاصه، وحطوا كمان في كل جامعه من الجامعات الخاصه مستشارين للسيد وزير الاستاذ الدكتور وزير التعليم العالي ينوبوا عنه في هذه الجامعات الخاصه لكي يراقبوا عمليات التعليم بصفه عامه، الجوده التعليميه، المصروفات التعليمية، المناهج التعليمية. فده يخلي الأعداد برضو النهاردة الدولة الوزارة بتحدد أعداد معينة برضو بالنسبة لكل جامعة، علشان ما أقدرش أنا أخد أي جامعة أخد أي عدد عشان خاطر أخد تجي لي موارد مالية. والنهاردة الجامعة اللي تخالف فعلا هذا بيبقى في عقوبة أو جزاء معين. فده يمكن يكون كانت يعني في بعض الاوقات كان في كلام من هذا القبيل، لكن دلوقتي اصبح العمليه محكومه اكثر، واصبحت بالعكس
ده انت حضرتك عندك في بعض الطلبه يمكن وجايبين مجاميع تؤهلهم للكليات الجامعيه الحكوميه، لكن يفضلوا يخشوا جامعات خاصه. صح، عدد مش كتير من صحيح. دول، لكن يقول لك والله اصل هناك العدد قليل وهناك المعامل او الحاجات التدريبيه قد تكون احدث قد تكون افضل، ليس بالقدر الكبير، لكن بقول اهو موجوده. ده دليل على ان العمليه لو كان حتى زي ما سيادتك بتقولي اللي بنسمعه قد تكون عمليه سلوكيه. ما في نفس الكلام عندنا في الجامعات الحكوميه، في طلبه داخله ورايحه مجرد هو راح في الدين جامعة وجاي من الجامعة، ما بيذاكرش كويس، ما بيأديش واجبه. أنا في أول محاضرة دايما لما بدخلها للطلاب أقول لهم هذا الكلام، أنت طالب علم، طالب العلم ده يعني كل حياتك النهاردة ما عندكش غير هذا اللي هو عملك، وعملك عشان تبدأ فيه لازم اللي جاي محاضرة يجي يستفيد، يا ما تجيش. لو يعني احنا مثلا ما عندناش في الحقوق غياب وحضور، فبالتالي في حريه الطالب يحضر او ما يحضرش. فبقول لهم في طلبه تلاقيهم جايين وعشان كثره العدد يقعد ورا المدرج، ما فاكر ان الدكتور مش شايفه، عمال يتكلموا وعمالين مش عارف ايه، مش منصت ولا جاي يفهم المحاضره. انا ساعات بقول لهؤلاء بقول لهم لو انت جيت يا تستفيد يا ما تجيش، روح ان شاء الله روح نام في بيتك. بس خلي الناس التانية تستفيد اللي جاية فعلا. بالظبط، خلي الناس تستفيد، وانت عشان جيت حرام، انت جاي اساسا لهذا العمل، انت مكرس كل حياتك لانك انت تنهل من هذا العلم ما كل ما تستطيع ان تنهل منه وانك تاخده علشان تطلع في النهاية تنفع نفسك وتنفع، يعني شوف دايما حتى بقول لهم تنفع نفسك اولا وبعدين ينفع اهله وبعدين ينفع وطنه. يعني حتى جبنا الوطن بقول بعد الاول اللي ينفع نفسه اولا، وهو طبعا لما يكون ناجح ويطلع. فده سلوكيات مهمه جدا، التطويل زي ما قلت لحضرتك بعمليات التقنيه الحديثه، ربط بسوق العمل، ربط بعمليه المواهب، التخصص، الرغبه، دي كلها حاجات لازم وان الاوان ان احنا نبدا بهم. نقتحم هذا. صحيح. ونبدا نفكر في ده، لان احنا من زمان نقول تطوير التعليم والتعليم والتعليم ده برضه. وبعدين زي ما قلت حضرتك التعليم يبدا التطوير من الاساس. طب عايزين نروح من التعليم الجميل للتعليم الجامعي الراقي جدا اللي الناس كلها بتسعى وعندها نهم كبير جدا بيه الى التعليم الفني اللي هو اساس اقتصاد اي بلد. تمام. اهتمامنا مدى اهتمامنا بالتعليم، حضرتك راضي عنه وازاي ممكن الدوله ممكن تطور طبعا من هذا التعليم؟ طبعا لا، لو بتقولي لي راضي عنه على الفور مش هفكر اقول لك غير راضي اطلاقا. احنا يعني بص برضه حضرتك هنا بقى هنخش في حاجتين، حاجة قلناها اللي هو السلوكيات، وحاجة تانية موروثات تقليدية. الموروثات التقليدية عندنا كنا زمان من فترة طويلة كتقليد ان الحاجات الفنية والدبلومات دي حاجة معلش يعني تبقى درجة تانية، وفي نفس الوقت ان ما يدخلش ده. حتى كان في الثانوية الخاصة وبالتالي لا زالت موجوده ولا انها قلت؟ الثانويه الفندقيه لا انا بتكلم الثانويه الخاصه العامه. فحتى الطالب اللي هو ما جابش مجموع دخله ثانويه عامه يدخل خاصه عشان ازاي يدخل فني يدخل دبلوم مش عارف، لا كانت نظره. فانا محتاج حاجتين، محتاج ان انا اطور هذا التعليم. اولا هذا التعليم لو قلنا ايضا غايه في الاهميه، قد تكون اهميته بالنسبه للمجتمع وبالنسبه للعمل تفوق يمكن او تضاهي التعليم العالي. ليه بقى؟ لان النهارده ان التعليم الفني ده هو من اسمه بيخرج لي فنيين في كل سوق العمل في كل المجالات، في يعني في اقول لك في كل الورش في كل حاجه من دي. لا، يبقى انا محتاج التطوير يجي منين بقى؟ احاول ان انا أعطي لهذا التعليم قدره من الأهمية ومن خريجيه يكون لهم اعتبارهم في المجتمع، علشان ألغي أو علشان أمحو الموروثات التقليدية اللي قلت لك عليها اللي ورثناها من إن يعني
انا ما يعني لو رست مثلا ما ينفعش ابني اروح اقول ادخله ما جابش مجموع اروح مدخله معلش مدرسه الصنايع او مدرسه مش عارف او المدرسه التجاريه او الزراعه وهكذا، ليست ان دي وحشه او لا، لكن يقول لك ايه ده هيقول ابني داخل المدرسه دي علشان المجتمع كان معلش مش لا يعظم هذه هذا النوع من التعليم وما يعطوش حقه. ولذلك فاكره لما كنا نقول بلد شهادات، ده من موروثات. فلما نيجي نتكلم ونقول انا عاوز اطور، لازم الاول برضو امحو هذا الفكر. وامحوه ازاي؟ باني انا ابدا، وصح قد لا تاخذ يعني بين يوم وليله، لكن محتاجه برضو التطوير ده، اني افكر في ان الخليج ده يبقى قيمته يخلي الناس ممكن تسيب التعليم العالي وتروح هذا البتاع. لما اقول لك لا ده دلوقتي النهارده الخليج كذا، ده ما اعرفش ايه ده ايه، ليس برضو بناحيه ماديه، بناحيه معنويه، كان نظره مجتمعيه. بالظبط، يبقى تغير النظره المجتمعيه، ثم بعد ذلك الاقبال على هذه المدارس انها لابد ان يكون تطويرها. دي هنا بقى لابد ان يكون 100% عن سوق العمل. والنهارده برضو عشان اقول 100% عن سوق العمل، ما تنفعش كل الحاجات احنا بنسميها فنيه دون ان تكون هناك تدريبات فيها عمليه، وكل مدارس هذه المدارس في سوق مع بالتضافر مع سوق العمل لابد ان تكون لديها الوسائل الفنيه التكنيكيه التكنولوجيه اللي هي تخليها فعلا تخرج لي فني في سوق العمل، في السوق المختلفه، اسواق العمل المختلفه، وفي نفس الوقت بالنظره المجتمعيه الحقيقيه السليمه اللي هي تجعل الواحد راضي وتجعل بقى يستطيع انه كمان يشتغل. احنا يمكن دخلنا في الجامعات حاجه مهمه، بدانا نعمل برامج خاصه، ودي حاجه كويسه يعني، برامج خاصه مثلا لمعاوني او مساعد القضاء، مثلا اللي هم معاوني مساعد القضاء اللي هم عارف حضرتك بقى الساده المحضرين بتوع الشهر الخبراء مش عارف، وبياخدوا من ياخدوا في الجامعات نعملهم برامج، ده بتخرجهم طبعا يحس اني واخد من البرامج من الجامعه. فلكن لو عملنا هذا على طول في الناحيه الفنيه في التعليم الفني تبقى وصلنا في التطوير ده، وده متوازي لازم صحيح. يبقى على هذا. طب حاجه اخيره ومهمه، التعاون مع بعض الدول اللي نجحت في تطوير منظومه التعليم، سنغافوره واليابان والصين وغيره، حضرتك شايف قد ايه نحن مهم ان احنا نتبادل الخبرات في هذا المجال؟ ده مش ده واجب والتزام. عارف حضرتك انا ولسه في الابتدائي كانت والدتي الله يرحمها تقول لي حاجه عشان تشجعنا على التعليم، تقول لك التعليم ده مهم جدا، اطلبوا العلبه ولو في الصين. كان زمان الصين بالنسبه لنا حاجه بعيده جدا، وحاجه صحيح بعيده، بس اصبحت المسافات ما فيش دلوقتي خلاص، يعني اقصد كنايه على اني اطلب العلم من اي مكان، ما فيش مانع، بالعكس ده من ضمن وسائل التطوير. انا برضه عشان اطور لازم احنا فندم لما نعمل قانون مثلا في موضوع معين، القانون ده عشان اعمل مشروع قانون لازم اجيب الدول اللي عندها القوانين دي، ولو عملتش كده معلش ما يطلعش قانون كويس. مش انا مش بجيبه عشان انقله، لا ده انا اجيبه عشان استفيد منه، اشوف بقى بنوده بتقول ايه وطوعها هنا، زي ما دام بالذات لما يكون قانون ناجح وطوعها هنا في مجتمع مصر، انا مجتمعي يتوافق يعني في مواد ما تتوافقش معانا، عباداتنا تقاليدنا دياناتنا دي كلها قتلت، فلازم انا اجيب اللي هي بنسميها تجارب الدول التجارب الناجحه. ده برضه حاجه مهمه، ده مع التطوير، مع عشان اطور اشوف اطور ازاي، اشوف سلوكياتي، اشوف تقاليدي، اشوف ايه موروثاتي، وابدا اجيب الحاجات الحديثه بقى التكنولوجيا الحديثه اللي انا استطيع ان انا اطور منها، وادوق زي ما بقول تطوير التعليم سواء التعليم الاساسي التعليم العالي في غايه الاهميه وارتباطه بالبحث العلمي. اكيد انا بشكر حضرتك على كلامك، واتمنى ربنا انك تقدر
تطلع دايما اجيال واجيال ناجحه وتنفعنا في المجتمع. عايزين المحامين بتوعنا يبقوا يعني اهم حاجه عندهم مصلحه الوطن ومصلحه موكليهم، ويبقوا شاطرين ونقضي على موضوع الدبلره والاعاده اللي دايما بنسمع عنه في حقوق، ان طالب حقوق استحاله او الاغلبيه لازم يدبلر سنه او سنتين، ما ينفعش ياخد الاربعه وان تيك. مش لازم، ما عادش الايام دي الناس. اتمنى ان شاء الله. احنا اتمنى طبعا فعلا لطلابنا وأبنائنا والبلدنا اللي بحبها كلنا، مصر العزيزة طبعا، أتمنى كل التقدم والرفاهية بإذن الله بإذن إن شاء الله. أنا بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. نورتنا دكتور رابح رتيب، نائب رئيس جامعة بني سويف وأيضا أستاذ بكلية الحقوق. شكرا جزيلا، نورتنا يا فندم. شكرا جزيلا، شكرا. وربنا يوفقكم دايما في القناة الزراعية الجميلة يعني دي. مرسي يعني يا دكتور، نورتنا. وأتمنى إن شاء الله إن احنا دايما نكون فخورين بتعليمنا. ما حدش يطلع يقول إن أنا مدارس انترناشونال ولا جامعة أمريكية ولا لأ. الجامعة الحكومية هي أكثر علما وأكثر إقبالا، فأتمنى إن شاء الله إن احنا فعلا نبقى على المستوى ده. خلصت فقرتنا، اتفضل. ده الحقيقه فعلا ان احنا عندنا حاجات في غايه في الكليه، جامعاتنا الحكوميه غايه في الاهميه والتقدم والتطور. صحيح، وده اللي دايما بنأمله. وطلبه حقوق ربنا معاك وتاخدوا الاربع سنين في سنه واحده. بلاش نروح نقعد في الكافيتيريا ونروح هناكل ايه، والبنات اللي بتفكر هتلبس ايه. روح اتعلم. انا عارفه ان دي دماغ كل الطلبه ودماغنا كلنا، ولكن للاسف ده غلط. صح. والصح بتاعه ان احنا نروح نطلب العلم فقط لا غير، مع وجود جانب ترفيهي قد كده، ولكن العلم هو الاساس. لسه مكملين فاصل صغير وعلى طول راجعين، استنونا.